المدرسة البرتغالية تدق أبواب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. طبعا شوية نحكيه على بعض الأسماء اللي كانوا موجودين في تونس وأيضا المدرسة البرتغالية ككل. ميغويل كارتوزو قدامك بطبيعة السي في متاعه والتجارب اللي كان خاضها في الفترات السابقة، هل يكون حل بالنسبة للترجي مدرب برتغالي في الفترة الحالية حساب؟ لا، هو شوف، إذا باش نتكلم على المدرسة البرتغالية من أكثر المدارس التدريبية الناجحة في السنوات الأخيرة، اليوم ناجحة على المستوى الأوروبي الكل تقريبا أو حتى على المستوى الإفريقي. المدرسة البرتغالية اليوم من المدارس الطالعة، جاء وقت من الأوقات كانت شنوة المدرسة الفرنسية، ومن بعد جاء وقت المدرسة الإيطالية، جاء وقت من الأوقات المدرسة الإسبانية، توا المدرسة البرتغالية السنوات الأخيرة بداها من جوزي مورينيو، ومن بعد حل البيبان اللي برشا مدربين برتغاليين تقريبا ناجحين في العالم كله. لكن أنا أنا تسأل متاعي اللي اليوم مش فايدة مدرسة برتغالية، مدرسة أوكي، لكن حاجتي بالشخص بالمدربة، خاطر اليوم أنت توا تقريبا كل جماهير الترجي الرياضي بشنو تنادي؟ تنادي مدرب أجنبي أول حاجة، وثاني شيء شنو تحب؟ تحب تشوف طريقة لعب وتحب تشوف فريق. اسكو المدرب هذا على الأقل الفرق اللي دربهم طريقة اللعب متاعه، شنو ستيل دو جو متاعه اللي حبذه، هذا هو لو بلوز امبورطون. لكن على حسب السي في نتاعو اليوم معناها كم محترم دار ودرب وعاش في العديد من النوادي. ما دامك حكيت على السي في حسين باش نرجع لك، لانه مهم جدا الناس اللي تسمع فينا نعطيو لمحه على المدرب البرتغالي كما قلنا ميغويل كاردوسو. 51 سنه اول فريق دربه كان فيه ثلاثه بورتو اقل من 15 عام، بعد سته تجارب من 2006 ل 2012 كمساعد مدرب في سبورتينغ براغا، سبورتينغ كلوب ليزبون، ديبورتيفو لا كورونيا، وبعد تم اختياره من قبل المدرب الروماني الشهير في اوروبا ميرسيا لوشيسكو في نادي شختار دونيتسك. خدم معاهم مساعد مدرب من 2013 ل 2017 في ثلاثة مناصب مختلفة، مدير فني للشبان، مدرب الفريق الثاني، ومدرب مساعد من 2017 ل 2018، مدرب للفريق في ريو افي من جوان 2018 لاكتوبر 2018 نونت الفرنسي، نوفمبر 2018 مارس 2019 سيلتا فيغو، من جويلي 2019 لاوت 2019 ايك اثينا اليوناني، من جانفي 2021 لماي 2021 في فريق ريو افي. من بين الاسماء الاخرى ايضا المرشحه خورخي ماسيال، مدرب مساعد مع غالتي وباولو فونسيكا في ليل، وخدم ايضا في الفريق الثاني. خورخي ممكن يكون معاه في ستاف لانه خدم معاه في ثلاثة تجارب سابقة. هذا بالنسبة لآخر الأخبار النجم السوق. شوف، نكونوا صريحين ونكونوا منطقيين، دار برشا وخدم برشا وسرتو خدم في لي جون، دونك نجم نقولوا سيتان فورماتور، ينجم يكون صالح معناه نوعا ما لمزيد التطوير بقية اللاعبين. لكن انت اليوم الاسبيرانس الهدف نتاعها في الشامبيونز ليغ ولا تحب مدرب كمان معناه عنده سيرتين اكسبيريونس؟ اول شيء ما راناش في افريقيا، نعرف واحد الكرة في افريقيا تختلف تماما على اوروبا. ثم نجي كمدرب اول دكتور، صحيح، شنو درب كمدرب اول كبريميون انترينور مساعد ومدير فني للشبان ودرا شنو حاجه، ومدرب اول ماخو هو ليكيب. انا كي نشوف هنا من جوان 2018 الى اكتوبر 2018 في نوت معناه اربع شهور، ما غير ما تشوف درب 89 مباراه، دونك كلهم ثلاثة شهور أربعة شهور خمسة شهور ستة شهور، ما ثماش اكسبيريونس أو تجربة طويلة في فريق. 89 مباراة كمدرب أول في ريو أفي، سورتو عمل فيها زوز تجارب وفريق محترم في الدوري البرتغالي، وكمل سيرتا مومون الخامس كان يلعب في كورة باهية. نوت درب فيها أربعة شهور، أربعة شهور لعب ثمانية مباريات، وسيلتا فيغو عمل فيها كيف كيف أربعة شهور، أو كاتين عمل شهر أربعة مباريات. معناها مدرب هذا صحيح مدرب مخضرم ومدرب عنده اسمه في الأوروب، خاطر راهو الفرق هذه من الصف الأول، حب ولا نكره، معناها ما نجموش يجيو يلفون أبيل نامبورتوكي، معناها فرق عندها تاريخ وعندها توسيلتا فيغو معروف فريق يلعب كورة وفريق بورتو وكاتين كلهم فرق كبيرة بلا دار، معناها عمل سيرتين اكسبيريونس بورتو سبورتينغ لشبونة وبراغا كل ما شدهمش كمدرب أول، مع ميشيا لوشيسكو خدم برشا في شختار. لكن اليوم المدرب هذا احنا نحبوا نعرفوا وسير كل كريتير، شنو ما الكريتير يعني شنو ما العناصر والشروط اللي وقع اختياره هو، كي خاطر اسمه قاعد يدور عنده شهر ونص عنده مده سمعنا به هو على المستوى الاوروبي. اني ذكرني برشا في غاريدو،
غاريدو اللي جا للنجم الرياضي الساحلي وصل دومي فينال مع فيلاريال في الاوروبا ليغ. باللي كوم يتسمى كوم. لا غاريدو لعب اكثر ماتش. اي وفيلاريال دومي فينال بلي اونترونور. اما لو بروفيل يشبه. سمن السي في. نحكي لك لو بروفيل يشبه برشا. معناها غاريدو وقتها جاء والاكسبيريونس عنده في الافريك وكذا كل شيء. دونك كاردوزو اليوم جاي اسكو باش يكون عنده اول شيء يعني اول شيء عنده وقت باش يخدم. سامحني دكتور غاريدو قبل الاطوال مشى الاهلي المصري قبل. الاهلي. الاهلي المصري قبل مش الوداد بس معاه كوب دلاكاف عماد متعب. عماد متعب جام الاهلي بعد مشى الاطوال وبعد مشى الوداد عمل الافريك عمل الافريك بون كاردوزو توا كي بروفيل 51 عام العمر عنده اهميه كبيره 51 عام في البلان ماتوريتي في النضج نتاعو معناها عمل 20 عام تدريب منهم 10 سنوات 12 عام كمساعد ولا مدير فني الشبان و8 سنوات راهو فيهم من بدا التدريب عمره 30 سنه اي من 2017 عنده 7 سنوات يخدم كمدرب اول اليوم هذا الكل حسب رأي اللجنة الفنية في الترجي شافته شافت طريقة اللي تلعبه شافت فهمي هو كيفاش يتعامل مع مع معناه مع الشبان شفت كيفاش يتعامل مع السيرورة متاعة المباريات معناها كيف تلعب على تترويت أمون أفي لو شوا مش اعتباطي معناها اليوم كي نشوف مثلا ريو آفي فهمتني مهمة راهو باش نقولها لك أني تو اسكو ريو آفي وفي نوت وفي أوكا بون أوكاوي وفي سلتا فيغو السيد كان يلمتريزي لابال 70% من المباراة خاطر الترجي هذاك السيد دو جو نتاعها باش يجي اليوم باش يعطي الكرة لادفيرسير معناه في ريو افي كونتر بورتو باش يعطي كرة لادفيرسير كونتر براغا باش يعطي كرة لادفيرسير كونتر سبورتينغ باش يعطي كرة لادفيرسير كونتر بنفيكا باش يعطي كرة لادفيرسير تفهموني فاش قاعد نقول اسكو هذا مدرب هجومي بحت لانه الترجي اليوم هذا اللي طالبوا به هذا شو طالب به الجمهور يا اخي طارق ثابت كيعطى الكره للفريق المنافس ولعب على الكونتر ما سبوش ما سبوه قالوا مش الاسبيرونس تلعب هكا ومن حقهم راهو دكتور ومن حقهم بيترو اتليتيكو بيترو اتليتيكو مشات الاسبيرونس راهو العباد ماشي بالها اللي ما تفرجش على ماتش بيترو اتليتيكو ولا كان في غيبوبه قام كي يسمع العباد تحكي يقول الاسبيرونس خسرت 4 بلاش الاسبيرونس عم 0-0 معناها الناس كانت صبت جام غضبها على طارق ثابت على التعادل عند اقوى منافس في المجموعه في بلاده معناها باش تعرف اليوم العقليه نتاع جمهور ريسبيرونس اسكو اليوم كاردوزو يفي بالغرض هذا باش نشوفوه نهار 17 فيفري المدرسه البرتغاليه المدرسه مره اخرى جوست دوكا المدرسه البرتغاليه مره اخرى ديمورايش بعد ديمورايش وكان ايضا ريكاردو فورموسينو كان في مخطط مدير الفني بالنسبه للمدرسه البرتغاليه اليوم المدرسه البرتغاليه انا شوف انا نحب نحكي لك على المدرسه البرتغاليه خلق مدرسه جديده نحكي لك في سي اس اس مثل اكثر فريق اعتمد على المدرسه البرتغاليه هو سي اس اس من جورج كوستا من جوزي موتا وقبلهم باولو دوارتي قبل ما كنا نحكيوا احنا المدرسه البرتغاليه على الصعيد الافريقي ثلاثه ما نجحوش مانويل جوزي مع الاهلي المصري توني اوليفيرا بون فيريرا مع الزمالك ايضا هذوما زوز ينجحوا في كارلوس كيروش مورينو وبواش ماركو سيلفا ليوناردو جارديم نونو سانتو انا اليوم كي نحكيوا على مدربين برتغي هذوما الاشهر في العالم صديقي ركز معي جورجي مندس خلق المدرسه البرتغاليه واضح معناها قبل ما يجي جورجي مندس ويبدا يهز فيهم الكل شو اسمه سيلفا اللي توا في البريمير ليج من 2008 من 2008 فيلاش بواش اللي هو فاهمني سبيشال 2 يسميوه فيه مورينيو قال مورينيو فيلاش بواش وان بعد مورينيو رد التالي كما قال لك حسين شكون كنا نعرفوا احنا مدرسه البرتغاليه كان كارلوس كيروش كارلوس كيروش كارلوس كيروش اسيستون 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 في مدريد اسيستون في مان سيتي نونو سانتو سبيريتو سانتو جاي توا سبيريتو سانتو ما نعرفوش مان يونايتد دكتور مان سيتي مان يونايتد سامحوني مان يونايتد معناها صديقي اليوم المدرسه البرتغاليه احسن مدرسه تكون وتخرج في مدربين في ال 15 عام الاخرانيين وهذا باش بقوه الفورماسيون بتاعهم وايضا بقوه وكيل اعمال الكابو اللي يحكم في المارشي البرتغالي واللي هو يحكم في الاوروب كامل اللي هو جورجي مندس خاصه بعد وفاه رايولا ولا هو يحكم وحده وبالتالي هو يصدر فيهم كما تحب انت كي البطاط بارتو بارتو الاوروب لافريك لازي نسيت نزيدك اكثر من هكا فموضوع انت في بالكش به انت في بالك في السعوديه المدرسه البرتغاليه هي اللي تحكم على خاطر اللي عينوا في المدربين هو الاتحاد السعودي فياك الصندوق هذاك الصندوق هذاك حاطين عليه سعودي يحكي كان مع البرتغاليين برا شوف تو شكون هم لي زونترينور اللي يخدموا في السعوديه من بدايه الشامبيونات سعودي في قطر ان سيرتان مومون هما يخلصوا في لي زونترينور مش الجمعيه الصندوق يخلص في لي زونترينور يجيب كان لي بورتوغي وحاجه باهيه
يعني مش موجوده في تونس، البرتغال اللي يجي يجيب معاه اربعه مع برتغال، عائلته كامله، عائلته كامله يجيب معاه الاسيستون ويلانسي الاسيستون ويعطيه الاسيستون جمعيه يعني تلعب على سكور جمعيه كل جون ويجيب يرحم. اما ثم حاجه دكتور، انت احنا تو نحكيوا تو على كاردوزو ولا غير كاردوزو، على الاقل وجهه نظري انا البسيطه. اليوم احنا شنو الاكزامبل اسبيرونس تو تكلم جمهور اسبيرونس يقولوا شوف بيترو اتلتيكو والانترنور ودرا شنو والكره اللي عرفها. انت اليوم جاي بانترنور اترونجي، اسكو اوروبيان دي موا مش اترونجي اوروبيان، اسكو انت جايبو على ستة شهور ذوما كوب دافريك ولا عامل معاه مشروع باش يحضر؟ لا لا مو دكتور، كي تجيب اجنبي انت الاسبيرونس مثلا تخسر ماتش ولا زوز ولا ما ترحش عليك شي كشامبيونز ليج ولا حاجه باش تنحيه. هل انه احنا الجمهور التونسي عنده الصبر؟ مثلا لو فرضنا سيدي هذا المدرب ميغويل كاردوزو 51 سنه وعلى بروجي وسي في وغيره، لكن الجمهور التونسي لانه يلزمه يقبل معناه هذا شو نحكي لك انا؟ نحكي لك انا في صوره اللي قدر فما ديفات ولا دو تروا ماتش ما فهمت معناه يلزم يقبل. ما عملنا حد شيء اذا انت تتفاهم معاه تجيبه نقول مثلا من هنا لاخر العام نشوف انا ليكيب البروغريس من ناحيه اللعب. نشوف عندي ديزيليمون الاسبيرونس عنده سته ولا سبعه ولا ثمانيه جوارات بين ال 20 و 22 نشوفهم انا قاعدين الاداء نتاعهم يتطور. وحتى اذا ما ثماش نتيجه اللي انا نحب عليها اسكو باش نخليه يخدم ولا باش نحاسبه كيما المدرب التونسي بالقطعه بالماتش بالماتش؟ دوك ما عملنا حتى شيء، خاطر راهو مدرب اجنبي اوروبي كي تجيبه راو اسكو باش تعطيه. ما نقولش انا بروجي نتاع ثلاث سنين، احنا ما عندناش في تونس نسيناها الحكايه هذيا مش موجوده جمله نتاع ثلاث سنين، مي او موا اعطيه انت نص العام نتاع السنه واخر العام الجاي تبدا في الحساب. اما اذا باش تحاسبوا بماتش ليتوال والهلال كان ثم هكايا موفي ريزولتا ولا حاجه تقول ويا صباح الخير وبرا لوج على واحد اخر. والله بسات حسام مشي بالي انت جاي من زحلول. لا لا انا نسال دكتور حسام يهديك على جايب اوروبيان يا حسام يهديك بنسالك دكتور يهديك ما صبروش على نبيل معلول يا حسام ركز معايا اوروبي عادي احكي اوروبي ربي ركز معايا ركز معايا نبيل معلول هز الشامبيونز ليغ ومشي الكوب دي موند دي كلوب وكاريرو في الترجي وكذا ما صبروش عليه معين شعباني ودوبل شامبيونز ليغ باك تو باك مش كيف كيف دكتور مش كيف تبعني تبعني باش يصبر لك على اترونجي انت لا قدر الله سؤال دكتور ايماجين برافو انت هذا كاردوزو ساعه كاردوزو قداش يحب له باش يعرف ليكيب والجوارات وكيفاش باش تلعب شهرين جات الريبريز جاوز ماتش شامبيونز ليغ طيب بدا باش يفهم 23 و لا قدر الله عملت دو موفي ريزولتا في شامبيونز ليغ يتنح على جبته يا اخي بتعطيه وقت باش يعرف ولا ما يعرفش عندك كونترا اوبجيكتيف لا ما تصورش كان يجيب اونترونور سمحني يا اخي اونترونور كونفيرمي يقبل لك اوبجيكتيف تاع 6 اشهر لا لا كاردوزو يا اخي انت اليوم كان فهمتني ولا معناها لا قدر الله الترجي ما ترشحش كاردو فينال شان فيزيك باش يقعد اما شنو الفائده مالا دكتور اخي علاش عنده دي اوبجيكتيف مينيمال حتى يعرف وقت تو ما عندوش كومبيتيسيون دكتور كيفاش باش يعرف حتى ليكيب نتاعو جوارات في ليكيب ناسيونال جوارات ليكيب ناسيونال تاع الجزائر باش يرجعوا له باش يبدا يلعب يعرف يعرف عنده الوقت وينجم هو اون سي بو دو تون ابري تو المستوى اللي موجود في تونس ماهوش حاجه كبيره مش على تونس حكيك الافريقي حتى المستوى اللي موجود في مجموعه الترجي والاتوال قد معناها اليوم انت تجيب كاردوزو انت مطالبه باربعه